الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم حبايبي طلاب جريد 4 في قناتكم ليتس ليرن. أخيرا كتاب المعاصر نزل، وكده نقدر نكمل دروسنا مع بعضينا ونتواصل مع بعضينا من خلال قناتكم ليتس ليرن. احنا شرحنا قبل كده لسون 1 كان عبارة عن تجميع معلومات من مصادر على النت، وهي عبارة عن نفس كتاب المعاصر لليسون 1. فكده عندكم ليسون 1 مشروح عندكم على القناة. ياريت تشوفوا الفيديو وتحلوا كمان الأسئلة اللي موجودة عليه، وإن شاء الله النهاردة هنكمل بقى من كتاب المعاصر ليسون 2. إن شاء الله بإذن الله هنكمل مع بعضينا ليسون، وبعد كده نحل عليه وليسون، ونحل عليه بنفس نظام الترم الأول من كتاب المعاصر. يلا بينا ليتس جو علشان ما نطولش في الفيديو. جريد 4 ليسون 2 بتقول بيتكلم عن الديفايسز اند انرجي، او بيتكلم عن الأجهزة والطاقة. بيقول لي look at the following picture then answer the question. انت اتفرج او شوف الصور اللي قدامك وجاوب لي على الأسئلة. بيقول لي this is toy car needs energy to move. السيارة اللي قدامك اللي انت بتلعب بيها في البيت لما ماما تجيبها لك، هل دي او السيارة دي needs بتحتاج لإنرجي؟ طبعا كل جريد 4 حبايبي قالوا yes. يمس ده احنا بنحط لها batteries، والباتريز دي احنا اخدناها من the first term ان فيها chemical energy. برافو عليكم. طب يلا بينا نشوف another picture. قال لي المروحة دي او الفان دي the energy needed to run this fan is electrical energy. هل الطاقة اللي احنا محتاجينها علشان نشغل run or operate نشغل this fan هذه المروحة هي عبارة عن electrical energy؟ طبعا يا مست اكيد انا لازم علشان اشغل المروحة لازم اوصلها بالسويتش بتاع الكهرباء. طب تعالوا نشوف بيقول لنا ايه. بيقول لنا think about how different devices get energy to be operated. كلمة operated لازم أكون عارفها grade 4، وهي بمعنى run أو بمعنى إن أنا أشغل الأجهزة أو الديفايسز اللي عندي. قال لي how does energy change؟ change إن هي تغير أو transform أو هي تحول الإنرجي اللي عندي. ازاي او كيف الطاقة بتتحول عندي من شكل تاني؟ واحنا تعرضنا للجزء ده في الفيرست تيرم، يعني اللي كان متابع معانا هيكون بالنسبة له الجزء ده سهل جدا، وكمان اللي ما كانش متابع معانا اكيد هنسهل له الامور عليه وهنشرح ببساطة جدا. تعالوا نشوف الجهاز ده او الهير دراير اللي ماما بتستعمله في البيت عندها، السشوار اللي ماما بتعمل بيه شعرها او بتعمل تعمل لك شعرك عندها في البيت. طبعا اكيد عارفين كلمة زي كلمة consumed او يستهلك او الانبوت انرجي الطاقة اللي داخلة للجهاز ده او اللي بيستهلكها الجهاز ده. اكيد يا مس الجهاز ده انا لازم علشان اعمل له operation او علشان انا اشغله لازم انا اعمل له connect to switch ان انا اوصله بالسويتش الالكتريك سويتش او فيشة الكهرباء، فانا كده لازم ادخل له الكتريكال انرجي. طب كمان يا مس هو ممكن يطلع لي ايه او يخرج لي ايه؟ او الاوتبوت انرجي او البروديوسد انرجي الطاقة اللي خارجة منه هي عبارة عن ايه؟ احنا بنستخدمه ايه؟ ده احنا بنستعمله في دراي ان انا اجفف شعري او ان انا انشف شعري. فهو انا عايز منه ايه؟ عايز منه ثيرمال اور هيت، ثيرمال or heat energy. كمان هو اثناء ما هو شغال بيعمل لي ساوند، بيعمل لي ايه؟ ساوند انرجي. يبقى عندي الهير دراير انا بستخدمه
او بدخل له الانبوت انرجي بتاعته الالكتريكال او الكونسيومد الانرجي او الطاقه المستهلكه جواه. طب بيعمل لي بروديوس ايه او بيديني اوتبوت ايه؟ بيديني هيت اور ثيرمال انرجي، كمان بيديني ساوند. طب عندي جهاز تاني بيقول لي الثوب ديسبنسر او اللي بندوس عليه عندنا في الحمام وبيطلع لنا الثوب او الصابون بتاعي او الشاور بتاعي. اكيد انا لما بضغط عليه زي كيبورد، لما بضغط عليه انا كده بعمل بوتنشنال انرجي. اخدناها كمان عندنا في الفيرست تيرم، لما بضغط على حاجة او بعمل لها بريس انا كده بعمل بوتنشنال انرجي ستورد ان بريزنت ان ذا سبرينج اوف ذا سوب ديسبنسر. سبرينج هنا يعني الحاجة اللي انا بضغط عليها في الديسبنسر معناها سبرينج. طب انا كده خزنت فيه او حطيت فيه بوتنشنال انرجي، طب بعمل منه ايه او هو بيعمل ايه؟ ده بيعمل كينيتيك انرجي او هو بيتحرك وبيتفاعل السوب او الصابون لبره، فدي الحركه بتاعته دي عباره عن كينيتيك انرجي او كينيتيك انرجي ذا موفمنت الحركه اوف ذا سوب ابورد، ان هو بيطلع لي الصوب او الصابون او الشاور بتاعي. طب كمان عندي الووشنج ماشين، الووشنج ماشين او الغسالة الاوتوماتيك اللي عندي في البيت بتشغلها ازاي؟ بشغلها بالالكتريكال انرجي. كمان هي بتديني ايه؟ ده بتلف يا مس، بتعمل راوند او موفينج جوه او موفمنت، يبقى دي ايه؟ كينيتيك انرجي. وكمان يا مس ده بتعمل لي ساوند، بتعمل ساوند كمان اثناء ما هي اوبريتد. تعالوا بقى ناخد another slide. بيقول لي نوت، لاحظ لما انت بتعمل ايه؟ rub your hand، اعملوا كده بايديكو. ايوه انت حسيت بايه؟ انا حسيت بهيت او وورم، انا كده دفيت ايديا. احنا دلوقتي في الشتاء ويا الجو كولد، فيري فيري كولد، فبنعمل ايه؟ برافو، ده انت بتعمل فريكشن احتكاك او بتعمل رب يور هاند، بتعمل احتكاك ما بين ايديك او بتعمل تدليك لايديك. يو ويل فيل وورم، انت بتشعر بحرارة. وبعتذر جدا على سوء التصوير لان انا لسه ما وصلنيش كتاب المعاصر، احنا في سوهاج ومننا ما يوصل لسوهاج الدنيا ايه هياخد له كده اسبوع، فاحنا نزلنا المذكرة دي من على النت، حد ربنا يبارك له اللي صورها لغاية ما يوصل لنا كتاب المعاصر ونصور صورة تكون كويسة. يلا بقى نكمل. بيقول لي when you rub، rub يعني انك انت تعمل تدليك بايديك او تعمل friction، you will feel warm، انت تشعر بحرارة، because الكينيتيك انرجي، الكينيتيك انك انت عملت حركة في ايديك، او الconsumed energy انت استهلكت حركة، والحركة دي عملنا لها converted، converted يعني حولناها، او ممكن استخدم مكان كلمة converted change او transfer، ثلاث كلمات لازم اكون عارفهم يا grateful، converted change وكمان transfer. حولنا الكينيتيك انرجي دي into ايه؟ into thermal or heated energy، ودي الطاقة البروديوزد او الطاقة اللي انا انتجتها لما عملت الايديا rub or friction. طب يلا نشوف check your understanding، يلا نشوف احنا فهمنا ايه. قال لي الديفايس ده او الريموت كنترولد توي كار، عربية بتمشي بالريموت زي اللي عندك يا باتريك او اللي عندك يا اندرو. طب تعالوا نشوفها، او اللي عندك ازيك يا دكتور اسلام عامل ايه، تعالوا نشوف. طب يلا بينا. الديفايس ده ايه؟ الطاقة او الانرجي الكونسيومت او الانرجي الانبوت اللي هي دخلاله طبعا كيميكال، كيميكال، كيميكال موجودة فين؟ موجودة في الباتري،
في الباتريز اللي موجودة جوه الكار. طب البروديوست، برافو عليكو، ده هو بيعمل كينيتيك، وكمان ممكن يديني ساوند لو هو بيعمل صوت. يبقى كمان بيديني كينيتيك وممكن يديني ساوند لو هو بيعمل صوت. طب تعالوا another device، جهاز عندي تاني. لو انا اللي عندي بلندر اللي ماما بتعمل لي بيه الجوس بتاعي، الخلاط اللي عندي في البيت بياخد ايه؟ برافو عليكم، ده انا لازم اوصله بالكتريك انرجي علشان يشتغل. طب وبيديني ايه؟ برافو، بيديني ساوند بس؟ لا طبعا، وكمان بيديني كونيتك، ده انا كمان يا مس ده اصلا انا بشغله علشان يتحرك ويعمل لي ميكس للجوس بتاعي، فهو بيعمل ساوند وكمان اصلا بيعمل لي كينيتك، وانا الحاجه اللي عايزها منه اللي هي الكينيتك انرجي. ده التلفزيون، والتلفزيون برضه بياخد الكتريك وبيديني ايه؟ جريد فور الشطار، ايوه بيديني ساوند وكمان لايت، بيديني ساوند وكمان اكتيفيتي 5. هنا بيقول انرجي شاينز او سلاسل الطاقه. ايه مس يعني ايه سلاسل الطاقه؟ هي الانرجي دي معاها سلسله بتلبسها؟ لا 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 لا، انرجي شاينز يعني هي عباره عن حلقات او رينجز كده مرتبطه مع بعضيها. يعني انا البنوته العسوله بتاعت جريد 4 لو هي لابسه سلسله، مش السلسلة دي عبارة عن رينجز كده حلقات متماسكة مع بعضها، ده المقصود بشاينز أو المقصود بالسلسلة. طب تعالوا نشوف. أول حاجة لازم أعرفها إن الصن أو الشمس هي المين سورس. يعني إيه لو سمحت يا مس المين سورس؟ المين سورس يعني المصدر الرئيسي للطاقة، يعني هي يا ولاد اللي بتديني كل الانرجي اللي احنا عمالين نتكلم عليها، سواء بوتنشنال، كيميكال، كريتيك، ساوند، لايت. ايه ده مس كله ده بناخده من الصن؟ بس بناخده بطريقة غير مباشرة. ازاي؟ بيتحول من صورة للتانية زي ما احنا اخدنا. تعالوا ناخد كده مع بعضينا. يبقى قال لي اول حاجة لازم اعرفها ان most of the energy we use اللي احنا بنستخدمها is made in the sun made inside the sun. اول حاجة لازم اعرفها ان most of energy we use is made in sun inside the sun، موجودة داخل الشمس. دي اول حاجة لازم اعرفها. طب ايه هي يا مس لو سمحت الانرجي شاينز؟ الانرجي شاينز دي عبارة عن طريقة انا بعبر فيها عن ازاي الانرجي بتمشي، ازاي الانرجي بتمشي منين لفين. يعني مثلا لو هي مشيت من الفيشة او السويتش بتاع الكهرباء للتي في، فبقول ان هي مشيت من السويتش او الفيشة راحت لفين؟ للتي في. ده عبارة عن السلسلة، او بداية السلسلة كانت عند السويتش وبعد كده انتهت عند التي في. طب هل هي بتبدأ عند السويتش؟ لا طبعا، هي بتبدأ دايما عند الصن. يبقى بداية اي انرجي شاينز عندي فين؟ عند الصن. قال الانرجي شاينز، اول حاجه لازم نعرف ايه الديفينيشن او التعريف بتاع الانرجي شاينز. قال اذا واي هي طريقه دو ديسكريب، ان انا اشرح or represent او ان انا اعبر او اوصف the energy flow. energy flow يعني مسار او تتبع او طريق، مسار او طريق الانرجي هي بتبدا منين وبتروح فين. That occur when we use different devices، لما احنا بنستخدم اكتر من ايه؟ اكتر من جهاز. قال لي energy shines often start with the sun، وده سؤال ممكن يجي في الامتحان grade 4. energy shines often start with the sun، هي دايما بتبدأ فين؟ في من الشمس. تعالوا ناخد لما احنا when eating food، لما نحن بناكل اي food ازاي بتمشي فيه الشاينز او بتمشي منين لفين لفين. اول حاجة لو احنا شفنا الصورة دي، الصورة دي هنا بتقول لي ايه؟ بتقول لي انا عندي الساين
السن سوري السن دي بتديني ايه؟ بتديني لايت انرجي، ضوء الشمس او طاقه ضوئيه. اوكي، الطاقه الضوئيه دي بتمشي بتروح لاي بلانت على وجه الارض، صح يا مس؟ طب بعد كده البلانت بيعمل فيها ايه؟ ده البلانت بيعمل بيها الفود بتاعه. ازاي يا مس؟ هو البلانت بياكل عن طريق الشمس؟ انت لو جبت اي زرعة عندك وحاولت انك انت تزرعها عندك في البلكونة بتاعتك هتنمو، اما لو جبتها حطيتها عندك في الاوضة بتاعت النوم بتاعتك هل هي هتعيش؟ لا طبعا يا مس، ده انا يوم وعد التاني هلاقيها الورق بتاعها بقى لونه اصفر كده ودبل وماتت، حرام. طب وليه؟ علشان انت مدتهاش الصن او مدتهاش الشمس اللي هي محتاجاها. انت اول ما تديها الصن او تطلعها عندك في البلكونة هي بتاخد الصن دي وبتعمل عملية ان شاء الله لما تكبروا كده هتاخدوها اسمها فوتوسينثيسيس بروسيس، او عملية البناء الضوئي، اللي بتقدر تعمل بيها الاكل بتاعها وبتقدر تنمو وتكبر وتعيش. يبقى اللايت انرجي او الصن بتدي البلانت، اي بلانت في الدنيا بتدي اللايت بتاعها، والبلانت ده بيقدر يعمل الاكل بتاعه ويكبر. ولو هو بيطلع لي فروتس بيقدر يديني فروتس، زي ما الصورة دي وضحت لي ان البلانتس ده اداني بندقة والبندقة اكلها السنجاب. دي معنى السلسلة او معنى الانيرجي فلو. انيرجي فلو يعني تتبع او مسار الطاقة. الطاقة مشيت من الصن راحت للبلانت، طلعت راحت للفروتس او النتس البندقة، وبعد كده اكلها السنجاب ده. دي كلها مراحل او التطور او ما المسار بتاع الانرجي. طب تعال نشوف المثال اللي جايبه المعاصر. بيقول لي الصن emits يعني بتبعث او بتشع light energy طاقة ضوئية. that reaches a planet اللي هي بتوصل لأي نبات، such as an orange tree زي شجرة البرتقال. حلو خالص. طب وبعدين قال لي the planet convert or change or transfer light energy، شجرة البرتقال دي هتحول لي light energy اللي جايها come from اللي بيأتي من الصن into chemical، هتحولها لي لكيميكال انرجي، هتحول لي اللايت انرجي لكيميكال انرجي جواها انسايد بلانت. حلو خالص. طب وبعدين احنا يو ايت ان اورنج، انت هتاكل البرتقاله. يور بودي كونفيرت ذا كيميكال انرجي، جسمك، واحنا قلنا الكلام ده في ذا فيرست تيرم، ان انا لما باكل الفود جسمي بيعمل ايه؟ بياخد الكيميكال انرجي وبيحولها لي كينيتيك انرجي، بقدر احرك دراعي، بقدر احرك ماي بودي، كل جسمي بقدر اعمل له موشن. فانا كده عملت كونفيرت من الكيميكال انرجي اللي انا اخدتها من الفود such as orange، وعملت لها converted or change or transform لإيه؟ للكينيتيك انرجي. طب اللي ما فهمش الاكزامبلز ده تعالوا ناخد اكزامبل، another اكزامبل. ادي الصن الجميلة الأمورة عملت ايه؟ ادتني light energy. حلو خالص. طب مين اخده؟ اخده الابل تري، شجرة الابل. عملت ايه؟ عملت لي فيه كيميكال انرجي. يا سلام، يبقى من اللايت انرجي راح للبلانت اداني كيميكال انرجي. طب بعد كده انا عملت ايه؟ انا اكلت التفاحة او اكلت الابل. الابلز دي جواها ايه؟ جواها كيميكال انرجي، اهي بتتنطط جواها. طب وبعد كده لما اكلت الكيميكال انرجي جت عندي. طب وبعد كده خدنا الدايجستيف سيستم في الترم الاول، وقلنا انه بيعمل اكستراكت او بيستخلص النيوترنس المواد الغذائيه او الكيميكال انرجي اللي جوه الفود، وانا بقدر اعمل موشن، بقدر احرك او بعمل كينيتيك
كينيتيك انرجي، وبكده دي السلسله او الانرجي شاينز بتاعتي. طب تعال نشوف بيقول لي ايه كمان في كتاب المعاصر. بيقول لي الدياجرام شوز انرجي شاينز ان ذا بريفيوس اكزامبلز. قال لي انا عندي كان لايت انرجي converted into اتحولت لي كيميكال stored inside the plant موجودة في البلانت converted لكينيتيك انرجي انا حولتها لموفمنت حركة in my body. Another examples مثال تاني موجود في page 55 في كتاب المعاصر على الانرجي شاينز. بيقول energy shine in hair dryer يعني سلسلة الطاقة اللي موجودة في الشوار او الهير دراير. ايه ده هو ليه علاقة كمان بالصن؟ تعالوا نمشي كده معاه واحدة واحدة. هو ده بيشتغل بالايه؟ اوبريت باي الكتريسيتي، بيشتغل بالكهرباء. طب هي جت الكهرباء منين؟ جت من الصن. جت من الصن. طب تعالوا نشوف كده خطوة خطوة، يلا بينا يا مس. اخدنا ان الصن بتديني لايت انرجي، حلو يا مس. طب بعد كده from the sun causes the growth نمو لتري او الاشجار، جميل ده كله اخدناه السلايد اللي فات. طب تعالوا بينا نشوف. تخيلوا بقى التريز دي وقعت وماتت وايه وديد تريز يعني دفنت او حصل لها ايه ان هي ما كبرتش او ما نمتش فايه خلاص ماتت. طب لما تموت الشجرة ايه اللي بيحصل لها؟ يعني بيجي عليها شوية تراب شوية تراب شوية تراب لغاية ما بتدفن وبتبقى remains يعني بواقي. طب وبعد ما بتبقى remains او بواقي ايه اللي بيحصل لها؟ قالك over millions of years يعني بعد ملايين السنين، مش بعد سنة ولا اتنين ولا تلاتة، لا over millions of years بتتحول او بيتحول البلانت ده لحاجة اسمها كول. واحنا اكيد كلنا شفنا الكول اللي هو الفحم. يبقى احنا عندنا trees حصل لها ديد ماتت. طب ايه اللي حصل لها بعد over millions of years؟ اتحولت لكول او فحم. حلو كمان اوكي. طب قال لي الكول ده is a resource. resource يعني هو مصدر of energy، هو مصدر من مصادر الطاقة. ايه ده هو الكول بيديني energy كده؟ فكروا بيديني انرجي. صحيح يا مس، ده احنا كمان لما ماما عندنا في البيت بتعمل فراخ مشوية يا ده طعمها بيبقى لذيذ جدا. طب وبعدين ايه اللي بيحصل؟ ده ماما بتجيب كول فحم بيطلع لنا هيت. برافو، بيطلع لك هيت انرجي بتشوي عليه الفراخ بتاعتك. بالظبط كده. طب هو جواه ايه؟ ده كان بلانت فجواه كيميكال انرجي. جواه ايه؟ كيميكال انرجي. طب الحته دي تاني، انا عندي لايت انرجي من الصن اخدته عملت بي تريز شجره، الشجره ضد ماتت اتحولت لكول لفحم. الفحم ده جواه ايه او الكول جواه ايه؟ جواه كيميكال انرجي. طب انا هستفاد بيها ايه الكيميكال انرجي؟ قال لك عندي حاجه جديده هناخدها مع بعضينا اسمها باور ستيشن، اسمها الكتريك باور ستيشن، محطات توليد الكهرباء. ايه ده مس، انا هولد الكهرباء من الكول؟ ازاي يا مس ده؟ هل ينفع؟ ينفع. يا ده حاجة يعني مش غريبة يعني. طب يلا بينا جريد فور. الكول is used in electric power station. الكول هاخده هعمل له burnet. يعني ايه burnet؟ يعني احرقه، يعني اولع فيه. يعني ايه احرقه؟ يعني اخليه كده ايه burning، اعمل له عملية compensation او عملية burning احتراق. طب وبعد كده هيديني، طبعا اكيد كلنا عارفين لما انا
اعمل بيرن الكول او احرق الكول هيديني هيت انرجي او ثيرمال انرجي، ودي اول مرحلة عندي. هاخد الكول اعمل له بيرن او بيرنينج هيديني ايه على طول، دي سهلة، هيديني ثيرمال انرجي او هيت انرجي. يبقى الكول عملت له بيرنينج اداني ثيرمال او هيت انرجي، جميل، مفيش اي حاجة هنا متعبة. طب وبعد كده؟ قال لي الثيرمال انرجي دي كونفيرتد لكينيتيك انرجي. صحيح يا مس؟ انت بتهزري، الثيرمال دي الهيت هتتحول لكينيتيك؟ اه هتتحول لكينيتيك، هتعدي في الات وماشينز عندي والانسترومنتس، الات كده بنفس الشكل ده هتتحول جواها لكينيتيك انرجي، هتتحول فيها لكينيتيك انرجي. ماشي، يبقى من الثيرمال هتتحول لايه؟ لكينيتيك انرجي. طب وبعد كده الكينيتيك انرجي دي بيقول لي it is used to operate certain devices. الكينيتيك انرجي دي اللي اخدناها من الثيرمال هتتحول وتشغل لي وتعمل لي اوبريت اجهزة معينة، هتحول لي او هتديني الكتريكال انرجي. طب نقولها تاني، انا عندي كول اخدناه من الديد بلانتس، والديد بلانتس كان بلانتس واخد الانرجي بتاعته من الصن، وبعد كده الكول عملنا له بيرنينج فتحول لثيرمال انرجي. الثيرمال انرجي داخل انسترومنتس او داخل ديفايسز اجهزه اتحولت لكينيتيك انرجي، والكينيتيك انرجي دي داخل اجهزه تاني اتحولت لالكتريكال انرجي. يبقى انا كده من الكول من الفحم داخل الالكتريك باور ستيشن حصلت على ايه؟ حصلت على الكتريسيتي، حصلت على كهرباء. طب والكهرباء دي هي اللي بتعمل لي ايه؟ اللي بتعمل لي اوبريت او باللي بتشغل لي الدراير او الهير دراير اللي هو مجفف الشعر او السشوار اللي عند ماما في البيت. يبقى الالكتريك انرجي go through electric copper wires، بتمشي خلال أسلاك من النحاس اللي هي داخله لك في البيت until it reaches the hair dryer to be operated. نقول تاني، أنا كان عندي light energy في الصن converted into، اتحولت لchemical energy في الكول. الكل ده remains of the trees، هو جاي من بواقي أو بقايا شجر، converted into thermal and kinetic energy داخل الالكتريك باور ستيشن، محطات توليد الكهرباء. طب وبعد كده converted into، اتحولت لالكتريك انرجي، ده فين ده كله؟ المرحلة دي كلها كانت داخل فين؟ الباور ستيشن، ومن الباور ستيشن اخذنا الالكتريك في الوايرز في السلك ووديناها عندنا في البيت وحولناها لثيرمال. واخر سلايد عندي او اخر ورقه عندي في بيج 57 موجوده في كتاب المعاصر، بتقول لي جايب لي بعض الديفايسز او بعض الاجهزه وبيقول لي الفانكشن اللي هي الوظيفه والانرجي الكونسيومد، الطاقة المستهلكة او الانبوت الدخلة، وكمان البروديوست او الاوتبوت انرجي. بيقول لي ديفايس زي الالكتريك بالب، اللمبة اللي عندك في البيت الوظيفة بتاعتها لايتنينج اب، الاضاءة. طب هي بتاخد ايه او انت انبوت ايه او كونسيومد انرجي ايه؟ الكتريكال، وبروديوست بتنتج لي لايت اند ثيرمال. طب الباتري باورد كلوك، يعني ساعة بتشتغل عن طريق الباتري، الحجارة اللي عندك في البيت الصغيرة اللي ماما بتبعتك تشتريها من السوبر ماركت اللي هي الباتري الصغيرة، انت بتستعمل الساعة ايه او الفانكشن showing the time، ان هي توضح للوقت. طب بتديها الباتري دي جواها ايه؟ كيميكال انرجي. وبتعمل ايه الساعة؟ بتعمل كينيتيك، بتلف او بتعمل موفمنت او بتعمل موشن. طب الفلاش لايت بيعمل لايتنينج اب، اضاءة، بياخد ايه؟ برضو باتريز عن طريق الكيميكال، وبيديني لايت
and thermal. الهاند بيل جرس اللي عندك اللي بيعمل صوت بيديني alerting يعني انذار. طب انت بتعمل له ايه او بتشغله ازاي؟ عن طريق الكينيتيك انرجي، ان انت بتعمل له فايبريشن اهتزاز او موفمنت. وبيعمل لي ايه؟ بيديني او بروديوس ساوند. اخر حاجه بيقول لي الالكتريك هيتر الدفايه اللي عندك في البيت بتعمل لي ايه؟ وورمنج تدفئه. طب تاخد ايه؟ شايفين بتاخد الكتريكال بتاخد كهرباء وبتديني ثيرمال انرجي. اخر حاجه تشيك يور اندرستاندينج بيقول لي رايت ذا device اكتب الجهاز المناسب in front of each sentences. طب تعالوا نقرا الجمل اللي عندي. A device which convert electrical energy into sound. حاجة بتحول الكهرباء لساوند. من الأجهزة دي كهرباء لساوند أكيد speakers يبقى device number 2. طب device convert electrical into light دي سهلة جدا أكيد اللامب نبقى number 4. من كينيتيك لساوند برافو. نمبر 5 الدرام الطبلة دي. نمبر 4 بيقول لي الكتريكال لكينيتيك من الكتريكال لكينيتيك برافو. الواشنج ماشين تحول الكهرباء لكينيتيك وهي بتعمل موفمنت حركة. اخر حاجة ديفايس كونفيرت الكتريكال انرجي لثيرمال وهي اكيد المكواة بتاعتي يبقى نمبر 3. وبكده جريد 4 نكون خلصنا مع بعضينا ليسن 2 كونسبت 3 في الترم الثاني. ان شاء الله استنوني في حل الاكسرسايز بتاع هذا الليسون. اشوفكم على خير. ياريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب في القناة وتقولوا لاصحابكم على قناة Let's Learn علشان كلنا نستفيد. اشوفكم على خير. جريد 4.